السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ده فيديو جديد من فيديوهات مراجعة الإنجليزية للثانوية العامة اللي هو موجود على جوجل بلاي. طبعا الشباب زي ما احنا عارفين ان احنا جزء مهم من المراجعة ان احنا عاملين جروب على الواتس. الجروب ده بنناقش فيه الأفكار ونشوف ايه الحاجات اللي انتم محتاجينها عشان نظبط لكم الدنيا قبل الامتحانات. اي فكره او اي حد عنده مشكله بيقولها على الجروب بنحاول ان احنا نصورها لكم ونحاول ان احنا نحل لكم المشكله دي. ففي ناس كتير على الجروب، الغرض طبعا من الموضوع دوت ان انت تستفاد وتعرف اي عندك اي مشكله نحلها. زي ما بنزل لك باراجراف بتعلمه او انت بتكتب الباراجراف بنعلمه لك وبنبدا نشتغل. ففي ناس كتير اشتكت على الجروب ان هي في التشوز في الاختيارات ما بيعرفش يفرق امتى يختار ناون، امتى يختار ادجكتيف صفه، امتى يختار حال، ان مفيش درس في المنهج بيشرح الكلام ده. احنا كل درس في المنهج بيشرح حاجه لوحده. فلما بيجي لنا اختيارات في ناس كتير جدا جمل تبقى عايزه صفه او عايزه حال فبنطلع. فاحنا هنصور الفيديو ده النهارده عشان نحل مع بعض المشكله دي. يبقى فكر تاني يا شباب، انا عايزك تفهم فكره المراجعه ماشيه ازاي. احنا مراجعه منها ان شاء الله متكامله، ان انت تقفل الماده عندك على الابلكيشن في الفيديوهات بتنزل بتاعت اليونتس، عندك حل الكتاب المراجعه النهائيه ذا بيست بينزل لك، في جروب على الواتس معمول عشان مناقشه الافكار، الجروب ده هيفضل لغايه ليله الامتحان، اي حد عنده مشكله، اي حد عنده حاجه هنحلها لك، بتبعت على الجروب بنحل مع بعض، بننزل كل يوم مثلا رساله صوتيه بنناقش مع بعض. فعايزك تبص معايا النهارده هنشرح يا شباب، بص يا شباب كده معايا. طبعا قبل ما نبدا نشتغل ونعرفك ازاي ان انت تفرق في الاختيارات بين الصفة وبين الحال، لازم تفهم ان في حروف معينة suffix كده، حاجات بتيجي في آخر الكلمة بنعرف منها انها ان كان ده noun ولا verb ولا adjective ولا adverb. فالnoun اللي هو الاسم، اللي هو الناون يا جماعة، اللي هو الاسم بتاع الحاجة ده، في عندنا بعض suffix كتير جدا ممكن يكونوا الحروف اللي بينتهي بيها النون، يعني مثلا في النون بينتهي ب A C Y زي كلمة accuracy يعني دقة، جاي من accurate دقيق، accuracy دقة. مثلا زي مثلا damage ده نون يعني دمار، E N C زي existence يعني الوجود، جاي من فيرب اسمه exist existence. A N T زي assistant، الفيرب assist يساعد، assistant مساعد ده نون. A T I U N زي كلمة explore يستكشف، exploration استكشاف. D O M كلنا عارفين free يعني حر، freedom حرية ده ناون. King يعني ملك، kingdom يعني مملكة ده ناون. E N T زي agent. E R بقى زي أي فعل بنحط له E R زي play يلعب، يبقى player لاعب. فارم مزرعة، فارمر فلاح، ده نون. في كلمة هود زي تشايلد طفل، تشايلد هود طفولة. في اي سي اس زي مثلا الكترونكس، الكترونيات. اي ان جي زي بيلدينج، هنا بيلدينج يعني مبنى، ده نون. اي او ان زي كوليكشن مجموعة. اي اس ام زي رياليز او سوري يا جماعة رياليزم الواقعية، جاي من ريل. يبقى انا جبت هنا النون. اي اس تي زي دنتست طبيب اسنان. اي تي واي زي ability او activity. ام دي بقى كتير جدا يا جماعه، منت اجري يوافق، agreement. ديفلوب development. نس دي برضو مهمه جدا على فكره، الكلام ده بيفيدني في الترجمه، يعني بلايند اعمى، بلايند نس يعني العمى. لما اقول مثلا في الترجمه ان هذا يدل على عظمه مصر، مش عارف يعني ايه كلمة عظمة، بس أنا عارف إن كلمة عظيم يعني جريت، يبقى جريتنس يعني العظمة. الأو آر زي كلمة دايركتور. كلمة شيب دي بتيجي مع آخر فريند، صديق، فريند شيب الصداقة. ديفيجن انقسام. في حاجات آخرها تي اتش، لينث لينث طول. سوليوشن تي أي وين. فيلور يو آر إي. فيكتوري يعني نصر. يبقى الحاجات اللي اخرها الحروف دي هو ده اشهر الناون اللي موجود عندنا في الريتش.
الفيرب بقى في حاجات اخرها، ده الفيرب اللي هو الفعل يعني، اخرها اي تي اي ايفالويت يقيم. خدنا احنا في يونت يا شباب عندنا لما اجي احط اي ان هارد تبقى هاردن، شورت تبقى شورتن يقصر، شارب يبقى شاربن، اي اف واي تريفاي يا شباب يعني يرعب، مثلا كلاسيفاي كلاس يصنف، كلاسيفاي سيفلايز يتحضر، ريالايز يعني يدرك. على فكره معظم الافعال اللي اخرها زد اي دي ساعات بتلاقي مكتوبه بالاس او بالزد، يعني في افعال تلاقي مكتوبه كلمه ريالايز مكتوبه كده، ده البريتش والامريكان. سبيشالايز برضو نفس الكلام. اللي يهمني قوي بقى سنه ثالثه الصفات بقى، اي كلمه اخرها مثلا يا شباب اي بي ال اي كومفورتابل مريح، اكسيدنتال اللي اخرها اي ال، اخرها اي ار واي زي ايماجينري زي ماجيكال زي مثلا وودن خشبي، كيرفول حريص، فوتوغرافيك تصويري، كلاسيكال تقليدي، سيلفش اناني، كرييتيف بجيب الصفه، يوزليس يس دي بتنفي يعني كيرفول حريص، طب كيرلس يبقى مهمل، تشايلد لايك يعني طفولي، فريندلي يعني ودود، فيمس يعني مشهور، هاند سم يعني وسيم، ريني يعني ممطر. ده كله صفات. الحال دايما الادفيرب الحال بينتهي بال واي، كلمه كويك يعني سريع يبقى مستر كلمه اسمها كويكلي بسرعه، كلمه زي سلو بطيء يبقى حاجه اسمها سلولي ببطء. في حال ما بياخدش ال واي زي كلمه هارد الحال بتاعها هارد، كلمه زي كلمه جود الحال بتاعها ويل. بص السنة الثالثة ده مقدمة يا ابني للي احنا عايزين نشرحه عشان نعرفك ازاي تختار في الامتحان. مبدئيا مثلا لما اجي اتكلم عن الادجكتيف الصفة، لازم تعرف ان دايما الصفة يا شباب بتصف نون اسم. دايما يا ابني بتصف اسم. يعني احنا مثلا عندنا كلمة اسمها بيرمننت يعني دائم. حاجة دائمة دي صفة، ديرمينانت يعني دائم. فلما اجي اقول لك دلوقتي اي نيد انا محتاج ا سبيس جوب، ركز معايا كده في اللي هيتقال، هو انا محتاج ايه يا سنة ثالثة؟ انا محتاج، بص هتقولي بالعربي، وظيفة دائمة. يبقى انا عايز اوصف الوظيفة، عايز اقول عليها وظيفة دائمة. فلما اجي اوصف اسم، لما تلاقي الجملة جايلك في الامتحان بيصف اسم، تختار حاجة اسمها بيرمننت يعني وظيفة دائمة، لأن الصفة دايما بتصف الاسم. الصفة يا شباب بتصف الاسم، فلازم تركز معايا يا شباب. لما أجي أقول مثلا إن ذيس ميدسين، هذا الدواء، هذا الدواء إذ يكون سبيس، واقول لك تحت افكت ولا افكتيف ولا افكتيفلي. خلي بالك هو الدواء بيكون ايه؟ الدواء ده يكون فعال. شوف انت عايز تقول ايه؟ الدواء ده فعال، انا بصف الدواء ان هو فعال او مؤثر، يبقى كلمه افكتيف يبقى فعال او مؤثر. يبقى دايما يا شباب دايما الصفه بتصف اسم، وانت بتقرا الجمله في الامتحان لازم تكون عارف بتقول ايه. في الاختيارات لما تلاقي في نون دي وظيفه، وظيفه مالها؟ دائمه، يبقى بالمين انتجو. الدواء بيكون ايه؟ طبعا معظم او دايما الصفات بتيجي بعد فيرب تو بي يكون، فهو بيكون فعال. على فكره في افعال تانية زي كلمه سيم يبدو، فيل يشعر، زي كلمه لايك يشبه، ينفع يجي بعدها برضه صفة. يعني ممكن لك هي فيلز تايرد، بيشعر بالإرهاق، بيشعر إن هو متعب، يبقى جه بعدها صفة. ذا إكزام تيست يعني طعمه إيه؟ برضه بيجي بعدها صفة. من الحاجات بقى اللي أنا عايزك تركز لي عليها في الصفة دي مهمة، نكتب جنبها هامي سنة ثالثة. ساعات الصفة بيبقى آخرها أي إن جي،
وساعات الصفه يبقى اخرها ايدي. يعني انت عندك كلمه اسمها كونفيوزنج، دي معناها ايه؟ مربك. انما يا بنتي كلمه يا ابني اسمها كونفيوزد، يعني مرتبك. انت عندك كلمه اسمها انترستنج، يعني شيق. طب انت عندك كلمه اسمها انترستد، يعني مهتم. فركز يا جماعه عشان الكلام ده مهم. طبعا زمان كان يضحك عليك يقول لك ايه، اصل الصفه اللي فيها اي ان جي دي للاشياء وايه دي للانسان. ما عندناش الكلام ده، راجل في ثالثه ثانوي. اي ان جي دي اللي هو بيسبب الصفه، اللي بيعمل الصفه. لما اجي اقول لك في الامتحان ان these questions، هذه الاسئله مالها الاسئله؟ are space. ركز كده، هي الاسئله هتكون ايه؟ confusing ولا confused؟ الاسئله دي محيره، الاسئله دي صعبه، يبقى الاسئله دي يبقى اختار كلمه اسمها confusing، يعني محيره مربكه. الاسئله بتربكني، هي اللي بتربكني، يبقى confusing. انما لما اجي اقول I am انا، يبقى I am confused، مرتبك. فالمعلومه دي مهمه جدا وانت بتختار الصفات. اللي بيسبب الحاجه، اللي بيسبب الحاجه اي ان جي، اللي بيقع على الصفه اي دي. فالاسئله مربكه، الامتحان مربك، انما انا اكون confused. نفس الكلام برضو يا شباب، اي صفه زي ما بقول لك اي ان جي، يعني في كلمه اسمها exciting، يعني مثير، وفي كلمة اسمها excited، يعني منفعل، في كلمة اسمها surprising، يعني مدهش، وفي كلمة اسمها surprised، يعني مندهش. بس أنا مش هقدر أقول إنسان، ولا في كلمة اسمها amazing، يعني مذهل. طب ما في كلمة اسمها amazed، يعني مندهش. فتقرا الجملة، الرحلة دي، الرحلة دي كانت ايه؟ كانت اكسايتنج، مثيرة. طب الأولاد كانوا ايه؟ كانوا اكسايتد، يعني منفعلين. طب ما أنا ممكن يا جماعة أقول ولد، الولد ده مدهش، ولد بيعمل حاجات جميلة، فالولد ده amazing. فأنت دايما اللي بيسبب الحاجة، اللي بيسبب الحاجة تختار اي ان جي، اللي بيقع عليه تاخد اي دي، اللي اندهش اسمه إمبيست. من المعلومات بقى اللي تهمني قوي يا شباب، اختيار الادفرب الحال اللي هو ال واز. خلي بالك الحال ده في الانجليزي ليه ثلاث استخدامات. الحال بيجي عشان يصف فعل. ركز، شوف الفرق بقى، شوف الفرق. لما اجي اقول لك الولد ده هي رانز، هو بيجري. بيجري ازاي؟ بص بيجري ازاي يا سنه ثالثه؟ مستر هي رانز كويكلي، بيجري بسرعه. يبقى انا كده يا ابني بصف الفعل، هو بيجري ازاي؟ فشوف بقى هنا، احنا لسه كنا بنقول بيرمننت يعني دائم. طب الراجل ده راح في اجازه في اسوان، تمام. طب دلوقتي هي وونتد، عايز تو. يبقى ركز يا شباب في الجمله دي، بيقول لي يا شباب دلوقتي هي وونتد ماي فريند، طبعا وانتوا اسوان اون هوليداي، صديقي راح في اسوان في اجازه. دلوقتي هي وونتد تو ليف زير، عايز يعيش هناك. بيرمننت ولا في كلمه اسمها بيرمننتلي؟ هو عايز يعيش هناك ازاي؟ مش انت قلت يعيش ازاي؟ انا عايز اصف الفعل، يبقى هو يعيش يا ابني بيرمننتلي، يعني بشكل ده. فركز الفرق بين الصفه والحال، امتى نختار صفه وامتى نختار حال. لو لقيت الجملة في الامتحان بتصف فعل، يعني وانت بتقرا الاختيارات هو عايز يعرف الفعل ده بيحدث ازاي. خلي بالك، وانا عايز الراجل ده بيجري ازاي؟ كويكلي. هو هيعيش ازاي؟ هيعيش بيرمننتلي، بشكل ده. ساعات الحال اللي هو الادفيرب يصف صفة. ينفع يا شباب الحال يصف صفة. ركز في الكلام ده، ممكن يصف صفة يجي قبلها يقول لنا الصفة دي عاملة ازاي.
يعني لما اجي اقول يا شباب في عندي كلمه اسمها اكستريم وجايه كلمه اسمها اكستريملي للغايه، اكستريملي للغايه. فلما اجي اقول يا شباب ركز معايا يا ابني، لما اجي اقول ذس ماونتن هذا الجبل اذ بيكون سبيس هاي، خلي بالك الجبل ده بيكون سبيس هاي مرتفع ازاي؟ خلي بالك ان هاي دي صفه، هاي دي مرتفع للجبل. هل يا مستر اقول اكستريم؟ لا ده اكستريملي هاي مرتفع للغايه، الجبل ده يا ابني اكستريملي، يبقى الحال جاي مع الصفه. الراجل ده از بادلي، ركز كده، بادلي انجرد يعني متعور بشده، يبقى دي صفة، يبقى ده بيجي مع حال، الحال بيجي قبل الصفة. طيب خلي بالك ساعات الحال يجي في أول الجملة، لما تخش الامتحان وتلاقي الجملة جاية كده في الأول وجاي بعدها بس كومة، دي من الحاجات المهمة جدا. دايما تختار أدامها كلمة واحدة تختار أدفيرب حال. يعني لو دخلت الامتحان قال لك سبيس أي لايك بوب ميوزك، space I like بوب، يقول لك في الامتحان بيرسون ولا بيرسونال ولا بيرسونالي. لما تلاقي الجملة بالشكل ده في الامتحان دي معلومة مهمة، وتلاقي يا ابني جاي اهو كلمة واحدة بس وبعديها كومة، تختار حال، يبقى بيرسونالي بشكل شخصي انا بفضل البوب ميوزك. ادام دخلت لقيت كلمة واحدة يبقى اتفضل ان انا اختار بوب اللي هو يا جماعه بيرسونالي انترستنج، دي صفه، انما في اول الجمله انترستنجلي بشكل مثير، واحط كده يا شباب. يبقى انا بحاول في الفيديو ده زي ما قلت لك يا سنه ثالثه احل معاك المشاكل اللي بتظهر معانا واحنا بنحل. احنا عاملين جروب على الواتس عشان كده يا ابني، عندك مشكله في الباراجراف، عندك مشكله في الكومبرهنشن، المشكلة اللي عندك بنساعدك ان انت تحلها. فحاول تركز معايا عشان تستفاد. انا شايف كذا واحد على الجروب باعت يا مستر مش عارفين نختار، امتى نختار؟ لما يكون في اي دي ولا لما يكون في اي ان جي ولا لا؟ لازم نتعلم ونفهم ايه الصفة اللي فيها اي دي وايه الصفة اللي فيها اي ان جي، امتى اختار حال لو في ال واي، امتى اختار نوين لما يكون في ان اي اس اس نوين. فلازم النهارده نتعلم نمشي بالراحه على كل معلومه من المعلومات دي. انا بدات معاك الاول يا سنه ثالثه بايه؟ فهمتك ان عندنا في الانجليش في حاجه اسمها بارتس اوف سبيتش، اجزاء الكلام، بارتس اوف سبيتش. يعني عندنا في نون اسماء، فيرب فعل، ادجكتيف صفه، ادفيرب حال. النون اللي هو الاسم، كلمه مريض ال، طب مرض يعني ايه يا مستر؟ النس مرض. ده كلمة وايز يعني حكيم، يبقى ويزدم حكمة. في عندي كلمة اسيست يساعد، انما اسيستنت مساعد. في عندي فيرب مثلا زي اكسبلور يستكشف، اكسبلوريشن استكشاف. فري حر، فريدم حرية، يبقى انا كده كونت نون، ده اسمه نون. الفيرب مودرن حديث، مودرنايز يحدث، عشان دي برضه تفيدني في الترجمة والقطع. ما اللي انا بشرحه لك ده ممكن يستفاد منه انت في الترجمه. يجب ان نحدث، ما انا مش عارف يعني ايه كلمه يحدث، خلاص مودر مودرنايز نحدث. نحاول نجيب الفعل يا شباب، كلمه مثلا شارب شاربن، هارد يتصلب هاردن، اجيب الفعل. وبعد كده الادجكتيف الصفات، قلت لك ايه اخر الحاجات الموجوده السافكس الموجود في الصفات، وشرحت لك ان الحال اللي هو طبعا بيبقى فيه ال واي، بس طبعا في حال تاني يا شباب زي مثلا هارد هارد وجود تو باول. وبعد كده فهمتك ازاي يا ابني الفرق بين الكلمات والاستخدامات بتاعتهم، يعني كل واحد يا سنه ثالثه بنستخدمه فين. قلت لك ان الصفه دايما بتيجي تصف اسم، الصفه بتصف اسم وبتعرفنا الاسم ده ماشي ازاي. الصفه بتصف اسم وبتعرفنا الاسم. انا عندي وظيفه جوب، انا عايز اقول وظيفه دائمه، يبقى بيرمننت جوب، لان هنا يا شباب بصف الايه؟ الصفه. الدواء ده بيكون ايه؟ بيكون فعال، افكتيف، فعال صفه. ما ينفعش اقول مثلا يا جماعه افكتيفلي،
لا انا مش عايز حال. يكون فيرب تو بي عايز صفه، وفي افعال تانية بيجي بعدها صفه زي سيم وفيل. الحاجه دي بتبدو وندرفول، الاكل ده طعمه ايه، ده كده. من الحاجات اللي تهمني قوي هنا اللي هو يا شباب الفرق بين الصفات اللي فيها ايدي والصفات اللي فيها اي ان جي. قلت لك بطريقه مبسطه جدا لازم تفهم اللي بيسبب الحاجه اي ان جي. خلي بالك اصحابي في الشغل بيكونوا ايه؟ مشجعين. مشجعين يعني هم بيشجعوني، يبقى انكارجينج حط لها اي ان جي. الفيلم بيكون مثير اكسايتنج، يبقى هنا بنحط اي ان جي. فالحته بتاعت الاي ان جي والاي دي مهمه قوي، لان انت في الاختيارات هتلاقي فرق جامد جدا بين الاي ان جي والاي دي. دخلنا على الادفيرب اللي هو الحال، وقلنا الحال بيجي مع الفعل، بيقول لنا الفعل هو الراجل ده بيجري ازاي كويكلي، هو هيعيش هناك ازاي بيرميننتلي بشكل دائم. بيجي مع الصفه، بص الصفه الراجل ده او الجبل ده مرتفع للغايه، دي صفه هاي، يبقى اكستريملي هاي. متعور بشده يبقى بادلي انجرد. ما تنساش لو دخلت الامتحان او انت بتحل فايقه في الاختيارات دلوقتي ولقيت الكلمه بادئه بكوما كده كلمه واحده، يبقى بيرسونالي بشكل شخصي، كلمه اسمها انترستنجلي بشكل مثير. يبقى يا ريت يا سنه ثالثه ننتبه يا جماعه لو سمحت. حاول يا ابني تفهم اجزاء الكلام عشان ده ممكن يفيدك وانت بتحل في الكومبرهنشن القطعه، ممكن يحل يفيدك في الترجمه قوي. طب ما كده يفيدني بالترجمه، ما دلوقتي يا شباب لما اجي اترجم لازم ابقى عارف ازاي اجيب الفعل، ازاي اجيب الصفه، ترتيب الجمله. ما تنساش ان الصفه لما بتيجي قبل الاسم بنحط لها او ان، ما دي برضو حاجه مهمه. الصفه عايزه لو الاسم قبليه يا جماعه، لو عندي الاسم مفرد معدود A clever boy ولد ماهر، an old man رجل عجوز. فلازم اعرف الحال ده بيصف فيه وبنستخدمه فين. لازم اعرف الفرق بين الصفات اللي فيها اي دي والصفات اللي فيها اي ان جي. النون ما تنساش ان دايما النون بيجي مع الحروف الجار زي اوف وان، الحاجات دي يا جماعه يجي بعدها فروم، بيجي بعدها نون او اي ان جي، يبقى دايما اختار نون. فانا عايزك تتفرج على الفيديو ده بالراحه، تحاول تراجع كذا مره موضوع المشتقات بتاعه الاسم والصفات. بعد ما تتفرج على الفيديو ده تحاول يا شباب ان انت تتدرب تدور على اي جمله فيها زي كلمه افكت وافكتيف وافكتيفلي، حاجات اللي فيها كونفيوزنج اي ان جي واي وي دي، وتحاول تحلها ونحاول نظبط مع بعض الكلام ده كله. فيا رب تكونوا استفدتوا. زي ما قلنا يا شباب ان شاء الله جروب الواتس شغال معانا لغايه ليله الامتحان. اي حد عنده استفسارات، عندك مشكله في اي جزئيه في المنهج، عندك مشكله مع اي سؤال من اسئله الامتحان، ابعت. كل يوم بنفتح الشات الساعه 11 بالليل بنبدا نشتغل ونناقش مع بعض الافكار ونناقش مع بعض الاستوري والاسئله الكريتيكال. بنحاول نظبط ان شاء الله كل حاجه فتبقى حاجه مفيده لغايه ليله الامتحان ان شاء الله مع بعض لغايه ليله الامتحان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا شباب احنا ننقي جمل تدريب على موضوع النونز والفيربس والادجكتيف والادفيربس اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده. فمثلا الجملة رقم يا شباب عندي هنا 53 بيقول لك ماي سانز ولادي كان باس زير اكزامز، ممكن ينجحوا في الامتحانات ايزلي بسهولة، ديسبايت على الرغم ان هم هافينج عندهم افريج يعني متوسط اسبيس. جيب لك انتليجنت وانتليجنس، انتليجنت يعني ذكي وانتليجنس يعني ذكاء. انا عايز هنا ايه، هم هاف عندهم، هاف دي هيجي بعدها عندهم ايه، عايز نون اسم، يبقى عندهم ذكاء، يبقى انتليجنس يعني ذكاء. يبقى لازم اعرف الجملة عايزة صفة ولا نون ولا فيرب ولا ادفيرب، فبندور على الجمل اللي فيها الافكار دي عشان نطبق على الكلام ده. فاولادي كان باس ذير اكزامز بالرغم ان هم ديسبايت يعني بالرغم هافينج عندهم ذكاء متوسط، يبقى انتليجنس يعني ذكاء. هنا برضو يا شباب عندنا جمله تانية تعرفنا برضو الفرق بين الادجكتيف والنون والفيرب والادفيرب. جمله نمبر 32 وات از ذا ان مينينج،
طبعا زادي مش هتيجي غير مع نوين اسم. ما الفرق في المعنى؟ شوف انتوا ايه، ما الفرق في المعنى بين كلمة وير وير دي؟ فانا عايز كده، ما الفرق هنا؟ ديفر ده الفعل يختلف، different مختلف اللي هو الادجكتيف، ديفرنس يعني اختلاف، ديفرنتلي باختلاف ده الحال. انما زي عايز انون، يبقى وات از ذا ديفرنس، وات از ذا ديفرنس ان مينينج، وات از ذا ديفرنس ان مينينج. برضه يا شباب بندور على الجمل اللي تثبت المعلومه في دماغنا. Our country is a great space power in Africa and the Middle East. بلدنا هي a great space power. A great a politics, politician, political, politically. هنا politics يعني علم السياسة، ده نون. Politics علم السياسة. Politician يعني سياسي، شخص سياسي، الشخص السياسي اسمه كده. Political سياسي، صفة للحاجة، سياسي. Politically سياسي. فخلي بالك بلدنا قوة سياسية عظيمة. خلي بالك ان في عندك great دي صفة، باور دي يعني قوة، ده النون اللي عندي. يبقى النون عايز معاه صفة تانية، قوة سياسية عظمى، يبقى great political power. يبقى اختار كلمة political لان هنا عايز صفة، عايز قوة، بوصف القوة ان هي قوة سياسية عظيمة، يبقى الصفة هنا political يعني سياسي. برضو يا جماعة بنكمل الجمل اللي هي ممكن تثبت المعلومة دي في دماغنا. هنا عندي كذا جملة، يمكن في كذا جملة موجودين. نحاول نبدأ شباب الجملة نمبر 110. My father والدي is a football. الجملة دي مشهورة وجات قبل كده في ثانوية عامة. والدي ده football ايه؟ He plays and watches it on TV whenever he can. خلي بالك والدي شخص متحمس للكورة، ده هو بيلعب كورة وبيتشاهدها في كل وقت. هي كلمة enthusiastic دي يعني متحمس، بس لمعلوماتك دي صفة بصف بيها اسم تاني. enthusiastically بحماس، ده الادفرب لما اكون بتكلم عن فعل. وenthusiasm ده الحماس نفسه. وenthusiast ده شخص متحمس، ودي نون شخص متحمس. فهنا والدي ادي هنا لازم لها هنا اسم مفرد، والدي شخص متحمس للكورة. أدام جاب هنا قبلها كلمة كورة أو كلمة هوكي ما ينفعش انزوزياستيك، دي صفة، الصفة ما تاخدش الصفة ما تاخدش أو إن. يبقى والدي فوتبول، يبقى اختار انزوزيت بس يعني شخص متحمس للكورة، شخص متحمس. خلي بالك الآدي اللي فرقت معايا، يبقى فوتبول انزوزيت. طيب برضو هنا جملة بتفرقنا برضو عشان اتعلم الحتة بتاعت النون والفيرب والادفيرب اللي احنا عاملينها النهاردة في الفيديو بتاعنا. That play is very popular. المسرحية دي سنة تالتة، popular يعني ناجحة جدا. You had better افضل لك تشيك تراجع. The space of tickets. زي ما قلنا رجالة ان كلمة زي دي عايزة نون، ما جيش مع صفة. لازم تراجع ايه بتاع التذاكر. تراجع unavailable يعني غير متاح، unavailable غير متاح دي صفة، available متاح دي صفة، avail دي مش عندنا، availability التوفر او الامكانية، هي دي الاجابة بتاعتي. لازم تتأكد من امكانية وجودها. يبقى المسرحية دي لازم تتأكد من the availability الامكانية بتاعتها. طيب my first computer didn't work. الكمبيوتر بتاعي ده مش شغال. So عشان كده زي سنت مي بعتولي ادي زي ما قلت لك عايزه بعدها نون اسمه يكون مفرد معدود. بعتولي ريبليسد دي صفه يعني مستبدل. ريبليسمنت ده نون يعني بديل. ريبليس يستبدل ده فعل، ريبليس ده فعل في اسم، يبقى هم بعتولي ريبليسمنت يعني بديل. هنا بقى دي جملة مهمة جدا جدا جدا. ده عندي هنا جملتين ورا بعض، هنا برضه يا جماعة جملتين ورا بعض تبين لنا موضوع الحتة دي، لأن عليها جمل كتير في ثانوية عامة. The air is cleaner now. هو الهواء دلوقتي أصبح أكثر نظافة. Because عشان there has been كان يوجد a space in the use of cars. هو الهواء دلوقتي أصبح أكثر نظافة ليه سنة تالتة؟ عشان يوجد دلوقتي خلاص قلت لك انت عرفت الخدعة بقى. الادي عايز انون اسم يوجد في استخدام العربيات. reduce
ينخفض يخفض يقلل، ده فيرب يقلل. reducible يعني منخفض، ده مع ده الصفة. redundant برضو ده نون اسم عاطل. إنما reduction يعني انخفاض، ده يوجد انخفاض تقليل. يبقى في تقليل في reductions في استخدام إسهارة. اللي بعدها نفس الفكرة، my brother أخويا hasn't shown، لم يوضح، أخويا ما بينش. إني دي لازم يجي بعدها ناون اسم. أخويا موتيف الجملة المنفية أو السؤال. أخويا ما بينش أي حماس، بصلت أي حماس for any kind of sport. أخويا ما بينش حماس، يبقى هو عايز ناون. خلاص احنا قلنا إن كلمة enthusiasm دي الحماس، enthusiastically ده بحماس، ده اللي هو الادفرب. enthusiastic ده شخص متحمس، enthusiastic ده الصفة. يبقى هو ما بينش ايه؟ يبقى enthusiasm اللي هو الحماس، ما بينش اي حماس. احنا بندور على الجمل اللي بتأكد الافكار احنا شرحناها في الفيديو الاولاني عشان تثبت في دماغك. برضه يا جماعة من الجمل المتوقعة اللي بتيجي كتير في الامتحانات، ناو دلوقتي، اي ام انا اكون. ها فاكر لما قلت لك اي ام دي انا اكون ايه؟ يبقى عايز بعدها هنا ادجكتيف صفه، انا اكون ايه. اباوت عن the idea of using them to read all my books. يبقى انا دلوقتي اي ام ريلي ايه الصفه هنا فين يا شباب؟ ينفعش اقول انا انثوسيزم الحماس ده ناون، ولا انثوسياتيكالي بحماس. انسوسيت شخص متحمس، على فكره كانت تمشي بس كان يجي قبلها او ان، ده ناون مفرد. يبقى انا عايز هنا صفه، انا شخص، يبقى انزوزياستيك اباوت شخص متحمس، بتاخد حرف الجر اباوت، يبقى انزوزياستيك اباوت. نكمل يا شباب، نبص على الجمله دي كده. عندنا بيقول لك دلوقتي يو شود تيك ذيس ميدسين، يجب ان تاخذ هذا الدواء، تو جيت اوفر عشان تخف من يور فلو الانفلونزا بتاعك. اتس ريلي، خلاص بقى الناس الشاطره سيب. اهو بص الجمله عماله تتكرر، هتثبت المعلومه في دماغنا. اتس يكون ايه؟ عايز صفه. يكون ايه الدواء ده يا شباب؟ ركز معايا يا ابني. الادجكتيف يكون. افكتس تاثيرات، افكت يؤثر ده الفعل، افكتيفلي ده الادفرب بالحال، انما هو يكون افكتيف يعني فعال او مؤثر. طيب زيها بالظبط، فيها فكرة. some students بعض الطلاب need يحتاجوا more اكتر، عايزة بعدها ناون. يحتاجوا ايه؟ يحتاجوا ايه اكتر من اخرين؟ يحتاجوا discourage اللي هو يا جماعة ان انت بتهبط واحد او تمنعه او لا تشجعه. encouragement ده الناون اللي هو التشجيع. this encouragement اللي هو الاحباط، ان انا اقلل لك الحاجة دي. encourage يشجع، يبقى محتاجين، انا عايز ناون، محتاجين encouragement يعني تشجيع. دورنا يا جماعة كل جمل في المنهج عندنا اللي فيها نفس الفكرة. I'd prefer انا افضل not to talk about that، محبش اتكلم عن الموضوع ده يا سنة تالتة. it's يكون something very، دي very دي عايزة صفة، هو شيء شخصي صفة. فين كلمة شخصي؟ personally اللي فيها اللي وايد الحال. personalize يشخص حاجة، يخليها شخصية شوية، ده الادفرب. personal ده الصفة، personality ده النون، يبقى الحاجة دي very personal يعني حاجة شخصية. برضو يا شباب نرجع نفس الافكار بتاعتنا، بيقول لك the effects الاثار of the film are بتكون very، تمام اهو شغالين كويس جدا. ده تقريبا الجمل لما قرار كتير هتثبتها في دماغك. ار بتكون فيري، يبقى عايز هنا فيري، يبقى عايز صفه. امبريس ده الفعل يؤثر، هو الصفه هنا بقى امبريس دي صفه، وامبريسيف صفه، انما امبريشن دي يعني انطباع، دي مش تبعنا. لازم بقى افرق بين الفرق. امبريس دي الصفه دي اللي بيقع عليه الشيء، يعني متاثر، متاثر ده اللي هو يا شباب متوقع عليه الشيء، انما امبريسيف مؤثر. فالتأثير، تأثير هذا الفيلم بيكون very impressive، مبهر جدا أو مؤثر جدا. فأنا خلي بالك الفرق بين الصفتين دول مهمين جدا بالنسبة. برضو يا جماعة الجملة من الجمل بتشرح الأفكار بتاعتنا. الجملة دي my sister أختي prefer بتفضل space to dentistry after passing GC.
اختي فضلت ايه على ايه، على طب الاسنان بعد ما عدي الثانوية عامة؟ خلي بالك احنا خدنا مصطلح بيقول لي بريفير ناون، بريفير ناون تو ناون، يفضل حاجة عن حاجة، يفضل فوتبول على تو باسكت بول. فانت عايز نيرس دي ممرضة، نيرسري التمريض ولا حضانة؟ شو يا جماعة نيرسري يعني حضانة، نيرسد دي صفة، ونيرسينج اللي هو التمريض، يبقى هي بتفضل نيرسينج، كلمة الشباب نيرسينج اللي هو التمريض، بتفضل فضلت التمريض على طب الأسنان، دي نيرسري يعني حضانة، يبقى فضلت نيرسينج اللي هي جاية من كلمة نيرس، ده الناون بتاعي اللي موجود هنا. دي من الجمل اللي عاملة أزمة جامدة جدا في ثانوية عامة لازم تفهمها. young children الشباب الصغير are usually very، دايما بيكونوا very ايه towards تجاه their teachers مدرسينهم. طبعا هي واضح ان are بيكونوا very، خلاص عرفنا اللعبة انه عايز هنا صفة. المشكلة ان تحت طبعا هي respect ده الفعل يحترم، ده هستبعده ما عنديش خالص، انما التلاتة دول صفات. اول واحدة respected دي معناها محترم يعني ذو مكانة ذو انجاز، ده دكتور محترم عامل انجازات، ده عالم محترم، ده مدرس محترم طلابه بيجيبوا نتيجة، يعني محترم هنا يعني ليه اسمه ليه انجازاته. respectable دي اللي هي معناها حاجة الناس بتحترمها، يعني عيلة محترمة وظيفة محترمة الناس بتحترمها. respectful دي اللي هي معناها محترم يعني يظهر الاحترام، يعني بيبين احترامه، سلوكك لازم يكون respectful. الاطفال دايما بيكونوا ايه مع الاخرين، بيكونوا respectful يعني محترمين يعني بيحترموا الاخرين. فلو جالك قال لك ده دكتور عالم مدرس تختار respected، عيلة او وظيفة تختار respectable. هو لازم تكون ايه الاولاد بيكونوا ايه، تختار respectful يعني يظهر الاحترام. طيب هنا برضه يا جماعة من اهم الجمل اللي موجودة عندي في الثانوية عامة، الجمل دي يا جماعة مهمة جدا، انا شايف الناس كتير بعتت لي على جروب الواتس اللي احنا عاملينه بتاع المراجعة ان هما بيشتكوا امتى يختاروا الصفة والنون، فانا عملت لك فيديو مخصوص شرحت لك فيه الاول الفرق بين النون والادجكتيف والفيرب والادفيرب، وبعد كده مسكت لك المنهج اهو، اي جملة فيها نفس الفكرة بجمعهم لك عشان نبقى احنا نهينا الفكرة دي خالص. هنا بيقول لك ايه يا شباب، بيقول لك the people that I help at the charity، الناس يا سنة تالتة اللي انا بساعدهم في الجمعية الخيرية، are always دايما very بيكونوا very ايه، خلاص قلت لك are و very يبقى لازم تكتب لي صفة، يبقى are very ايه، هو احنا عندنا الفيرب اسمه appreciate دي يقدر، ده الفيرب appreciative مقدرين ده الصفة، appreciation التقدير نفسه ده النون، فهم يكونوا very ايه يبقى هم بيكونوا appreciative يعني يا مستر يعني مقدرين. طيب نكمل هنا يا شباب، بيقول لي how long، نوسع الجملة دي كده مع بعض، how long has the king، كم المدة اللي الملك is based that country. خلي بالك انت عندك في has ده جملة يا جماعة دلوقتي بيقول لك how long، كم المدة اللي the king ده، has دي عايزة بعدها تصريف تالت يحكم، الفيرب هنا govern اللي هو حكم، حكم قد ايه، لان انت عندك عايز تصريف تالت عايز يبقى مضارع تام. طيب نرجع تاني نشوف جملة من الجمل اللي انا شايف برضو ان هي مهمة جدا جدا الجملة دي، عشان لو انت حلتها صح يبقى انت اثبتت لي اللي انت فاهم اللي انا عايز اوصله لك. the whole class الفصل كله كلاب دي سقف، سقف ازاي؟ ايوه كده بقى اسمع منك انت، المستر قال لي ادامة ده فعل الفصل سقف، سقف ازاي؟ يبقى لازم اجيب الادفيرب اللي فيه ال واي، الفصل سقف ازاي؟ at the end of the interesting speech بعد الخطبة الشيقة they had learned a lot، يبقى الفصل سقف ازاي؟ هل هو سقف يا جماعة؟ الفيرب اسمه appreciate ده الفيرب يقدر، appreciative مقدر ده الصفة، appreciation ده تقدير النون، appreciatively يعني بتقدير، هي دي اجابتي في الامتحان اخر السنة، لان هو سقف ازاي لازم اجيب بعدها حال اللي هو فيه اللي واي. نرجع معايا للجمل تاني اللي فيها فنيات، نايتنجيلز بيرنتس الوالدين بتوع نايتنجيل ثوت كانوا بيعتقدوا ان بينج خلي بالك ادي ايه لازم بعدها نون اسم، ويكون اسم بيتعد مفرد، ان انت تكون ايه ده معناه او ده نوت سيتابل جوب، ان انت تكون نيرسد دي صفه،
نيرسري الحضانة، نيرسينج التمريض، ما ينفعش ان انت تكون نيرس ممرضة، يبقى دي حاجة مش مناسبة. نرجع يا شباب للفكرة اللي احنا عاملين عيد عليها، واللي احنا ان شاء الله بعد حل الجمل الكتير دي هنثبتها في دماغنا. Are you doing، هو انت بتعمل anything، اي شيء ايه tonight؟ ها، هو انت بتعمل اي شيء مميز النهاردة؟ يبقى عايز هنا صفة، يبقى do you think do you are you doing anything ايه special، يعني مميز. الصفة هنا لان الفيرب اسمه specialize، يتخصص. specialist اخصائي، ده نوع. specialty الاخصائية، انما تعمل حاجة special. انا عايز هنا يا شباب الادجكتيف الصفة. نور يا جماعة الجمل بتاعتنا. الجملة دي بيقول لي this story made me، القصة دي خلتني feel strong emotions، اشعر بمشاعر قوية. it's a very space story، ده النون. يبقى عايز قبليه صفة، واحنا كنا واخدين صفة معناها محرك للمشاعر، اسمها يا شباب moving، يعني محرك للمشاعر. دي يا شباب من اهم الجملة، من اهم الجمل المتوقعة في الامتحان، لان الجملة دي في كتاب المدرسة، ركز لي عليها قوي. سبيس وفي كومة كده، نظريا anyone can travel into space. شرحت لك في الفيديو الاولاني ان انت لما تلاقي في امتحان كلمة واحدة وبعديها الكومة دي، يبقى لازم تدور لي على الادفيرب ال واي. يبقى في كلمة اسمها theoretically، نظريا، عشان موجودة في اول الكلمة وفي كومة. نظريا كده كل واحد ممكن ان هو يسافر للفضاء. برضه يا شباب من الجمل المهمة جدا جدا، انا يا جماعة ركز على الجمل دي، يمكن الفيديو ده مهم قوي، لان في فيديوهات او في جمل مهمة جدا. The book، الكتاب ده، is a، ركز ادي great space، هو great ايه؟ everyone wants to read it، الناس كلها للأسف بتختار كلمة successful، لان هو بيترجمها بالعربي ان الفيلم ده يكون ناجح عظيم، فبيختار كلمة successful عشان دي الصفة. بس لازم تفهم ان الصفة دي ما كانش يجي قبلها ايه، ادي ادي صفة عايزة بعدها نون اسم مفرد. يبقى ال ال الكتاب ده يا جماعة يبقى هو a great success. عارف لو ما فيش اه ولا جريت وقال لك هذا الكتاب، يكون تختار successful يعني ناجح. طب دي هنا قريبة منها برضو يا شباب، طبعا الورك بوك دي مهمة. الفيلم ده has had، عنده a lot of، كثير من، قلنا كلمة a lot of دايما يجي بعدها نون، كثير من الشهرة والدعاية، يبقى كلمة publicity يعني شهرة ودعاية. برضه يا شباب هنا في جملة مهمة جدا، دي من الجمل اللي انتوا كلكم عارفينها اكيد، a well known TV. نفس الكلام، ادي عايزة ايه، ادي اللي في الاول، عايزة هنا نون اسم يكون مفرد. a well known celebrity، شخصية مشهورة تلفزيونيا، ده نون. celebration احتفال، celebrated مشهور بس دي صفة، celebrate يحتفل، يبقى ده a well known TV celebrity يعني شخصية مشهورة تلفزيونية.